إلى شأن اقتصادي الآن، حيث كشف رجل الأعمال علي حداد لتلفزيون النهار عن مشاريعه الاستثمارية المستقبلية في الوطن، حيث يعتزم إنشاء مصنع ينتج المعدات الطبية بالشراكة مع الأمريكيين، فضلا عن دخوله في مفاوضات لولوج عالم صناعة سيارات. كمال جفال. استثمارات عديدة وفي مجالات مختلفة كشف عنها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فبعد دخوله في مفاوضات مع العلامة الأمريكية للسيارات كريزلر، ها هي الشركة الفرنسية بيجو تنضم إلى صف المفاوضين قصد ولوج عالم صناعة السيارات وفق قانون الاستثمار الجزائري. مع الشركة الأمريكية، مع الشركة الأسماء باسيوسي، الناس تاع شركة بيجو سون فوني نو فوا كون بو بروندر اون شوز اون با اون شارج. حنايا يا دي شوز كون سو تريت اوسي و زوتر، و رانا نعملو تانيك مع لو فوروم باش يعني يكون الانطلاق الصحيح للصناعة الجزائرية. عملاق الأجهزة الطبية وبرامج العلاج ضد السرطان فاريون، هذه الشركة الأمريكية المصنعة والرائدة في مجالها في العالم، سيصبح لها فرع رسمي هنا لتكون الجزائر بوابتها نحو القارة السمراء. احنا يا شركة فاريون مضينا العقد لا سمين باسي باش كاين ما كاين في عتاد اللي ينتج هنا في الجزائر. مي واش لازم تعرف سيك شركة فاريون اللي نجزناها مع في الجزائر سي اكبر اول شركه في افريقيا. دونك سي اون كيستيون دو ليدرشيب اون افريك. مشاريع واستثمارات ضخمه اعلن عنها رجل الاعمال علي حداد، فهل ستكون بدايه لتحسين صوره مناخ الاستثمار وانقشاع ضبابيه النظره السلبيه التي ترسخت في ذهن رجال المال والاعمال الاجانب خاصه الامريكيين منهم؟